السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا لكم من قناتكم حرفة تحفة بفيديو تاني جديد. النهاردة هنعمل 3 أفكار للمدرسة بالشكل الحلو قوي اللي انتوا شايفينه. هنا احنا عملنا مقلمة للمكتب هنلم فيها الأقلام بالشكل دوت، وعملنا هنا فاصل للكتاب أو للكراسة بالشكل الحلو دوت، والقلم هنا زيناه، وكلهم هما التلاتة الفكرة بتاعتهم الفراشة من حاجات بسيطة من قاعدة التدوير من الجنس القديم عملناهم. ده منظر القلم بالشكل الروعة دوت. هنا كده فراشة، وممكن ان احنا عادي نشيلهم ونحطهم في قلم تاني لما القلم يفضى. يلا بينا نبدأ ونشوف فكرتنا ازاي. ياريت منسوش اللايك يا حبايب قلبي. هنا هنجيب اي علبة معدن عندك، وهاجي هنا هجيب رجل منطلون، وبالطريقة دي هشيل الخياطة اللي فيها اللي هي اللي تحت دي، وبعد كده احنا هنحتاجها في حاجة هقول لكم عليها. وهسوي بالشكل دوت كده، وهبتدي هنا كده اجيب العلبة المعدن بتاعتي وهحطها في المنطلون بالشكل ده في رجل المنطلون، وهبتدي هنا كده ان انا اثبت بالمسدس، احط الشمع داير ما يدور، وابتدي كده ان انا اساوي الطروف كلها بالشكل دوت كده. هساوي كده لو في اي زيادة في القماش من تحت بالشكل ده. هبتدي كده اخد المقاس واقص، لو في زيادة برضو تاني هعرفكم ازاي ان انا هشيلها. هاتني كده الاول قسط من جوه، وبعدين هبتدي ان انا اتني من بره بالشكل ده. هلاقي برضو كده هنا، وهاجي كده بالمسدس وهثبت وهفرد كده القماش عشان زي تبقى ملزوقه برضو من فوق زي ما احنا لزقناها وثبتنا القماش من تحت بالشكل دوت كده. وبعدين هبتدي ان انا كده اقص الزياده اللي موجوده في القماش عشان لما ادخله يكون بالظبط مظبوط على قد من جوه، عشان ما يبقاش مكعكل ويكون منظره حلو متساوي بالطريقة دي. وهبتدي هنا ان انا احط شمع داير ما يدور، هدخل كده القماش وابتدي كده من تحت. ان انا جايبة قطعة كرتون واخدة دوران من تحت بالشكل ده، وهبتدي كده ان انا هنا اقص على الجينز دوران برضو بالشكل دوت كده، وهفتح كده الخياطة بالشكل دوت كده، وهبتدي ان انا اتني داير ما يدور وهثبتها جوه بعد ما حطيت الشمع في القاع من جوه بقيت بالشكل ده. هاجي بقى من تحت عشان القاعدة الخارجية، هحط كده تحت شمع والزق عليه القماشه وقصها. وهنا جبت فراشه انا رسمها، ممكن تشفيها من على تيشرت او منطلون او قصدي بلايه سرير اسفه. وهنا كده هبتدي ان انا اطبعها على الجينز بالشكل ده، وهنا كده هبتدي ان انا الزقهم هما الاتنين في بعض. هحط اوزع الشمع عليها كلها كده من عدا الطرف اللي هو اللي بره دوت، مش هوزع عليه الشمع، هسيبه فاضي الفتحه اللي انتوا شفتوها دي. وهبتدي كده اساوي لو في اي زياده، وهسيب الجاف ده هيبقى شكله حلو. ده انا معلمه بيه، ده انا اللي قصده عشان محدده الفراشه من بره. هبتدي كده ان انا ادخل بالشكل ده كده الفايبر بدخله، وبالقلم لو في اي كده ارقام او اي دوران ببتدي ان انا احطه فيه بالشكل ده كده. هنا لو في طرف عندي ببتدي برضو ان انا اقفله بالشمع، وهنا كده برضو بزود بالشكل ده، بعدين هقفل
اخر الفتحة اللي انا مدخلة منها ابتدي ان انا اقفلها، ولو في اي زيادة بسويها بالمقص. اللي اول مرة شفنا وما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله مننا اشعارات بكل جديد. هنا هجيب استرس يكون دورين وهحطه في النص، وهسيب كده الاتنين دول طوال عشان في الاخر اعمل بهم الشعيرات كأن الفراشة تبقى طبيعية. وهنا كده هجيب دور واحد من الاسترس وهبتدي ان انا احطه بالشكل اللي هو ده كأن سبعة جه لفوق شوية بميلان. هعمل هنا 3 ادوار زي بعض. واللي مشترك يا حبيبي ومبيجيلوش اشعارات مني يلغي الاشتراك وبعدين يرجع يشترك تاني ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مننا اشعارات بكل جديد. هنا كده هجيب لولي نص وهبتدي كده بالقلم اللي معايا دوت، انا هنا بدهنه فازلين او كريم عشان ايدي ما تقطعش من اللولي وانا بوزع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، كده احسن عشان ايديكي ما تقطعش من الشمع. هثبته وبالطريقة دي كده هعمل الجنب التاني زي ما عملت هنا. عملتها اهوت شكلها حلو قوي، بس الاضاءة ظلمها لان الاسترس مع الاضاءة بيدي ضوء بيدي لمعة كده، فبصراحة مظلومة في التصوير. هنا كده هثبت الشعيرات اللي قلتلكوا عليها عشان الفراشة يبقى منظرها كأنها طبيعي بجد بالشكل دوت كده. انا هنا كده خلصت اول فكرة معانا، هحط فيها الاقلام بالشكل ده من حاجات بسيطة خالص. هنا عملت فراشة زيها بالظبط، وهنا دوت التانية بتاعت رجل البنطلون اللي احنا عملنا بها في الاول العلبة اللي هي المقلمة. هنا هجيبها وهفضل الويها في قلب بعض كده زي ما انتوا شايفين معانا بالشكل دوت، وهقص بعد كده الزيادة وهثبتها، وهاجي هنا كده هثبت الفراشة فوق بالشكل دوت هنا عشان لو حبيت تشيليها بعد القلم ما يفضى هتشيلها بكل سهولة، تحطها في قلم تاني بالشكل ده. وهنا كده دوت اللي بيكون خيطة اللي في الجنب هاخدها وهبتدي كده ان انا اثبت بالمسدس وهلف كده وهثبتها برضو من تحت بالشكل ده. بالشكل ده كده هقص الطرف الزيادة ثبتها كده بقى شكل القلم بتاعنا بعد ده بقى منظرها بعد ما خلصت. هنا هجيب فراشتين زي بعض، قصدي اسفة لا واحدة اصغر واحدة كبيرة والتانية اصغر بس رسمة واحدة، وهبتدي كده ان انا اثبتهم بالاسترس. الفراشات دي طبعا بتفكركم بالبرواز اللي احنا عملناه قبل كده مع بعضنا من الجينز، هحسب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، اللي يحب يتفرج عليه يتفرج عليه، كان برضو شكله تحفة قوي وكان من الجينز. وهنا كده انا عملت وردة وعملت وردة تانية برضو زيها بس واحدة فاتحة وواحدة غامقة زي برضو ما عملنا في الفراشة، مستخدمة الجينز الفاتح والغامق. وهنا كده باللولي هبتدي ان انا ازين الوردة ويبقى كده عملت فاصل للكتاب او فاصل للكراسة. هثبتها في الطرف يبقى كده معانا الفاصل بالشكل التحفة ده كله من رجل بنطلون عندك قديمة جينز، منظرها ما شاء الله حلو قوي ومش مكلفة. اتمنى ان فكرة النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.